بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير، إلى قوله تعالى: إنك لا تخلف الميعاد. في هذه الآيات من آخر سورة آل عمران قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، لما ذكر سبحانه وتعالى مقالات اليهود وكيد الكفار للمسلمين، وطن المسلمين في أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنه ليس لهؤلاء سلطة ولا مقدرة على المسلمين، لأن الملك لله جل وعلا، لله أي لا لغيره، ملك السماوات السبع ومن فيهن، والأرض وما فيها. إذا كان كذلك فليس لأحد شيء، ليس لأحد شيء، فلا يهتم المسلمون لكيد أعدائهم، لأنهم ليس لهم شيء. فالملك لله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكن في الدنيا قد يعطي الله جل وعلا بعض عباده شيئا من الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، فقد يمنح الله بعض عباده شيئا من الملك ابتلاء وامتحانا، ثم ينتقل ويتركه ويؤول الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فإن الملك كله لله، ليس في الآخرة ملوك، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار، ولا أحد ينازعه في ذلك. ثم قال: والله على كل شيء قدير. لما ذكر عموم ملكه ذكر عموم قدرته سبحانه، وأنه قادر على كل شيء، فيجب أن يعلق العبد قلبه بالله عز وجل، لأنه المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء. ثم قال سبحانه وتعالى منبها العقول والأفهام إلى هذه السماوات والأرض، فقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، في تكوينهما وما أودع الله فيهما من الأسرار ومن المنافع، فالأرض فيها القرار وفيها البحار والأنهار وفيها الأشجار وفيها الجبال وفيها منافع الخلق، والسماوات فيها الملائكة وفيها الأفلاك وفيها الكواكب النيرة
وهذه آيات عظيمة. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، أي لدلالات على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة. لكن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا أولو الألباب، وهم أصحاب العقول السليمة التي تفكر وتعتبر وتستدل تنتفع، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار آيتان من آيات الله، كما قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فهما من آيات الله سبحانه وتعالى. النهار الذي يجلي الكائنات، والليل الذي يغطيها، وما يجري بين الليل والنهار من المداولات يذهب هذا ويأتي هذا ويتعاقبان لا يفتران ولا يختلان، ويطول هذا ويقصر هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا معنى اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما ونقص هذا وزيادة هذا، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا ويتقارضان. هذا من آيات الله، وبحساب دقيق وانتظام عجيب، كل هذا يدل على قدرة خالقه وحكمة مدبره وعلمه سبحانه وتعالى. لآيات، أي لدلالات، هذه آيات كونية، آيات مخلوقة، وهناك آيات قرآنية منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول التي تستدل وتستنبط من هذه الكائنات، وتعلم أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق عظيم ومدبر عليم سبحانه وتعالى، فتستدل بهذه المخلوقات على عظمة خالقها واستحقاقه للعبادة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.